فنان الشعب سيد درويش ابن اسكندرية اللي كان السبب في تجديد ونهضة الموسيقى العربية مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. اتولد سيد درويش على شط عروس البحر الأبيض المتوسط في 17 مارس سنة 1892، وبدأت تظهر موهبته لما بدأ ينشد مع أصحابه ألحان للشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، ثم التحق بالمعهد الديني في اسكندرية عام 1905 في نفس الوقت اللي كان شغال فيه مغني في المقاهي، وتجوز فنان الشعب وهو عمره 16 سنة وبقى مسؤول عن عيلة. اشتغل مع الفرق الموسيقية بس فشل، وفجأة وعكس كل أحلامه لقى نفسه بيشتغل عامل بناء، وكان وهو شغال بيرفع صوته ويغني علشان يخلي العمال وأصحاب العمل معجبين بيه. رحلته بدأت من سفره للشام ورجوعه لمصر، بدأ نجمه يعلى في السماء وبقى يلحن لكل الفرق المسرحية زي فرقة نجيب الريحاني وجورج أبيض وعلي الكسار، وكون ثنائية فنية مع بديع خيري، وعمل كتير من الأغاني التراثية الخالدة واللي عايشة معانا لحد دلوقتي. عمل سيد درويش عشرات الأدوار و40 موشح و100 طقطوقة و30 رواية مسرحية وأوبريت. كان أول من أدخل لمصر الغناء البوليفوني في أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد والباروكة. كان كل لحن ليه مناسبة خاصة عنده، فأول أغنية لحنها كانت زوروني كل سنة مرة، ومناسبتها إنه كان بيحب واحدة قالت له ابقى زورنا يا شيخ سيد ولو كل سنة مرة. النهاردة عيد ميلاد فنان الشعب 131، وبعد كل السنين دي لسه فنه عايش في عقول وقلوب الملايين.